أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يكون في الأسرة كبيرات سن ولسنا محارم، وإذا لم أصافحها تغضب، وقد تكون هناك قطيعة في المحارم بسبب ذلك، فهل لي أن أصافحها وأقبل رأسها؟ لا، علمها، أخبرها أن هذا لا يجوز، أخبرها أن هذا لا يجوز، تقنع. إذا كانت مسلمة تقنع إذا أخبرتها بذلك، ولا تغضب عليك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل نسلم على طلبة العلم، لو أن طلبة العلم ينشرونه على الناس ويعلمون الناس هذه الأمور زالت الجهالة، لكن سكوتهم، ترك الناس على عاداتهم وتقاليدهم المخالفة للشرع، هذا هو الذي نشر في الناس الجهل وهذه الأمور التي لا تليق. نعم.